فأعظم ما يبذل، أعظم ما يبذل في أي زمن ولا سيما في هذا الزمن أن يبذل العلم الشرعي. قال شيخ الإسلام رحمه الله قال: وكل يعرف من نفسه أنه عالم، يقول من غير واسطة أحد. إذا تعلمت العلم الشرعي أنت من نفسك تعلم أن هناك علما أحسست به دون واسطة أحد. قال: فحصول العلم في القلب كحصول الطعام والشراب في البدن. قال: فإنه يعني الطعام والشراب كما يتلذذ به صاحب البدن كذلك العلم يتلذذ به صاحبه في قلبه. قال: فهذا يعني العلم الشرعي رزق وقوة القلوب، كما أن الطعام والشراب قوت الأبدان والأجساد.